السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا بك يا أبا طلحة؟ لا شيء لا شيء، ولكني أراك على غير عادتك، فهناك مسحة حزن في عينيك. لا أكتمك أمر يا صاحبي، ولدي الوحيد طلحة مريض. سيشفى بإذن الله، سيشفى يا أبا طلحة. يا طلحة، طلحة ولدي، طلحة إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فهل أراني أخون عهدي معه؟ الصبر، الصبر يا أم طلحة، فأنت المرأة التي تعتزين بإسلامك، وهل يكون الصبر إلا عند الصدمة الأولى؟ سلام الله عليك يا أم طلحة. وعليك سلام الله يا أبا طلحة. ما حال ولدي؟ اتركه يسترح. هل هو بخير؟ ولدنا قد استراح. الحمد لله، الحمد لله أنه تبادر للشفاء. سأحضر لك بعض الطعام. أريد أن أرى طلحة وأطمئن عليه قبل أن أذهب إلى عملي بالسوق. انتظر، انتظر يا أبا طلحة. ماذا بك يا أم طلحة؟ اجلس، اجلس واسمع مني. يا أبا طلحة، إن جيراننا كانت عندهم وديعة لبعض أقارب لي، فلما جاءوا يطلبون وديعتهم شق عليهم ذلك. ما أنصف يا أبا طلحة، إن الله كان أعطاك أمانة فاسترد أمانته، فاحتسب ابنك عند الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما أصبح الرجل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فبشره الرسول الكريم بأن الله سيخلف عليه، فرزقهم الله بمولود مبارك أسماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله. فكان عبد الله بن طلحة رجلا صالحا طيبا مباركا، أنجب 10 من الأولاد كلهم من حفظة القرآن. اللهم ألهمني الصبر يا أرحم الراحمين. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. فعليكم بالصبر، فالصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فسد الرأس فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وأنتم يا أحباب الله، أناشدكم وأناشد نفسي أن تعلموا أولادكم الصبر. اصبروا عليهم، قوموا الشر في نفوسهم، أغذقوا عليهم الحب والحنان، ليكونوا من حسناتكم يوم القيامة بدلا من أن يكونوا من سيئاتكم. وعليكم بالصبر على نوائب الدهر، ولن يتأتى ذلك إلا بالإقبال على الله، بالصلاة والدعاء والصدقة وصلة الرحم، والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه المختار صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا رسول الله.